هدوء وناسة. عذبتني بالهجر والبين، يقطع من الظروف. هذا اللي ما يشتري ستاند يا ريجي يصير فيه كذا، ما نشوف شيء. اهم شيء انك تسمع الصوت. الله يطول لي بعمرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم بهاج الاكلبي من محافظه من المدينه المنوره. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وسلموني على نفسكم كثير السلام، وتراني احبكم في الله. السلام عليكم رحمة الله وبركاته. واليوم مطلع دقيقة بروح اجي ادور لي شيء اثبت الجوال. بعد اذنكم شوي بس. بوايا السلام عليكم. بوايا شلونك؟ عساك طيب، اسعد الله جميع اوقاتك. دعيتك البارح. سم انا صليت البارح في الحرم ودعيتك، مو اليوم الفجر. بس حبيت اعلمك. بس حتى بنقال الشارع تعلم. لبيه؟ حتى بنقال الشارع تعلم. لا كذا ابي ادخل السرور على قلبك. والله بخير. اليوم الفجر، اليوم الفجر دعيتك في الحرم. شفت هذا السبب اللي خل... قول لي علمتني عشان تضحك سبحان الله. انا محسود جدا على ابتسامتك هذه. كان حتى لو في التراويح بعد عيسك. انا حتى في التراويح بعد عيسك. شفت ادخلت السرور على قلبي كذا بطريقتك. لبيت؟ لا والله ما خذيتها. اي والله لا والله ما لا اعرف مكانها، بس اني لو رحت امس خذيت ملابسي فكان الشيء هذا يضايقني. قل لي لاني بتذكرك ولا بيفقدك. الله يسعدك. ترى بس تذكر قبل ترقد، شوف هنا، ترى اني دعيتك البارح، مو بالبارح، اليوم الفجر في الحرم المكي. شفت دعيتك. سم الله يسعدك يا مرحبا. الله يسعد رفع قدرك. بوايا الباء اليوم دعيتك في الحرم المكي. الباء اليوم يوم صلينا في الحرم المكي دعيتك. الله لا يشوفك. سلام. لا هم بيرقدون وانا بيبث. ولد هذا العدد شوية دفع لي. خله هي قدمها عدد صاحبها. ولد شوية دفع لي يقول دعيت. ما تبي يدعي. هو دعاي تدري ايش؟ ابي يا ولد امشي خلنا قال ولد باقي في دعوه ولا ابغى ما دعيت اصلا. لا عاد ادعي كل شيء خلاص. سم. لا بس انا ابي ادخل السرور على قلبك. لبيه. لبيه؟ البارح شفت البارح، مو بالبارح، اليوم يوم ان نصلي وانت جنبي. ايه دعيت لك. حتى انا تدري ليه علمتك؟ ليه؟ لاني ابي ادخل السرور على قلبك. الله يسرر ايامك بالصحة والعافية. طيب اصبر، روح لذا الرجال. روح الرجال ذا شوف شو وضعه وجهي. بس شفت امس انت إيه؟ اليوم الصبح إيه؟ يوم انا في الحرم المكي ايه ايوه دعيتك. كيف دعيتني يا عم؟ كيف دعيتني؟ دعيت بمره يا رب. والله اني بس بدي اقول لك
اشغلتنا دعيت لك دعيت لك لعد شفت في الباب خلاص شفت ال اليوم الفجر يوم انك تصلي كتفك في جنب كتفي ايه دعيتك شفت اليوم فجر انا شفت اليوم فجر لا 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 شفت اليوم فجر ها اليوم فجر شفت كتفي بكتفك صح ولا بالمسجد صح ولا نعم شغلتنا وشغلتي بسمين وانت الناس بعد سام خلد اخته ليه بس انا ما علمتك تعال شفت اليوم ها وسويت الفجر صدق ناصر شايع بعلمه لاجله تخص روحه قبل ناصر ناصر شفت اليوم لما صلينا في الحرم اها جسمه شفت اليوم لما صلينا في الحرم ايه وان يومنا صار جنبنا ايه دعيت لك منه انا حتى انا دعيت يلا بس ابي ادخل الصور قلب ناصر تكفى انا بدخل الصور في قلبك تكفى تكفى اني وجهه ابي بس صور صور دقيقه بس بس يستاهل ناصر ناصر شفت اليوم يوم رحنا الحرم يوم خالي كتفي جي كتبه دعيت لك الله يا رب اغفر ذنبي يلا بس تاكد انه اليوم الله يجزاك خير ها وش ذا الدم ذا هذا مو هو بتاع هذا دم استغفر الله هو كله من ستاند يا رب اني ما لقينا لنا ستاند ثبت الجوال عليه العزبه ما لي الا العزبه صلى على النبي شفت اليوم عندك ستاند؟ ايه والله خلاص انت عندك ستاند اجيك كل حرام صح؟ اي والله دعيتك اجيك اليوم صلاة الفجر دعيتك اي والله عندك ستاند؟ وش بعد؟ لا عطني خالد بالله عطني هذه نصيحة صباحية ابو محمد تكفى في عسل عندك في الشنطة شنطتي عطنيها شنطة؟ ايه عندي والله ما هو بعلاء لا تكفى طفل حباني انا بنصحكم نصيحه من شخص مجرب ارحب وجابر من اليوم عسل المنوك انا ما اقول استخدمه لا انا اقول ابحث عنه بس في اليوتيوب اكتب والله العظيم انه في شنطتي تقريبا لقرابه شهر والله صايم والله كلنا صايم حتى انا صايم لك ويعلم الله اني شفته كبير في شنطتي كذا لفت الانتباه فانا ما اقول اشتريه بس اقول ابحث عنه ابحث عن عسل المنوكه نورك يا حبيبي ارحب وحاضر ما يحتاج معروف اظني ادخل طب وجراح ان شاء الله انك تدخل طب وجراح يا حبيبي أنا طول عمري فيك ما خطتني طيوفك أجنب عنك خايف يشكون في وفيك بعدها تقول على انتحر بي لعدوانك نبي جولات تصدير والله احتاج وين نواف عمر نواف عمر موجود يا اخواني هو موجود
اللي موجود تقول نرضخه. تعال ضغط. تعال مو طالع لي ساعد النبات. أين كسر؟ أنا مو بات ساعد. هو عبود بات عبد. أنا طول عمري فيك ما خضتني طيوفك أجنب عنك. سعد باث، أما سعد باث يا الربع وين؟ يكثر الربع اللي باثين. وينك سعد شي؟ مو باث سعد، مو طالع لي. مو باط الاولى باط استقام مشترك ابو عبد الحمد. ابو منير السلام عليكم. ارحب ارحب يا ابو عقاب. انت فلاهل ارحب اشدوب اللي بيضاء بيض الله وجهك. اشهدوا عليه اشهدوا عليه يا رياجيل. ترى اللي ما سلم على اخيه وهو وانا مشتحن له ويقول لي فلا هلا خليني ادعي عليك وانا في المدينه المنوره. المدينه هم المنوره ما ما تستقبل اشكالك اللي ما ترحب الرياجيل. الله يبارك علي الملازيم يا واحد ما يكبس في الجوله اني ما اضرب الا بالكاس. علي الملازيم ما في عينك الا الماء. عينك ما في الا الماء انخرها ب اقبل تبسوا يا اخواني تبسوا سند حقك بعد انت يا ابو خشم. هلا ابو منير شلونك؟ ابو منير تسمعني؟ لا 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 يا عيال لا. محمد ناصر عندي. محمد ناصر ايش في ذا؟ انا كاتم ولا كاتم يا رجال؟ ابلع محمد وقت بعد انت يا الله ما عندي وقت. كلكم الثلاثة على الصدم. اما انت يا محمد ناصر عليه الملازيم لا تبكي كاتم منك يا زين هزينا الكلمة كاتم منك كاتم منك. عيال ارجو منكم التكبيس والشير وانشروا في كل مكان لان هذا انا حاق داري. هلا ولدي غربي لبخشمك. هذا صدق صدق انا الولع ذا انا حاق داري ابي افوز عليه. مو مسألة انا فايز عليه دايم ابي احكم عليه يعني بالاصح. يا ولد انا موافق قام متغير علي يا ولد. ها متغير ابو عقاب يا رجيب. تحس انه صغر. تحس انه كنا رجع يدرس في الثانوي. ها ليه 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 تسلم؟ قم طبق ارحب يا بهاج. وش فيك يا نواف؟ كأنك صغرت. الحمد لله. صدق والله؟ أزعجتنا وصوتنا يعود علينا. أنا تعبان يا بهاج. أزعجته. سلامتك يا بابا. أي والله تعبان. عامر بني أنت تحكم على محمد نواف عقاب. محمد ناصر. ماخذ الحصانة أنا ماخذ الحصانة. ما يصير ما يصير يا عيال. أنت تبي محمد ناصر؟ تلحق جعموس معذرة سلوري. بهاج قفل الدبل قفل الدبل قفل الدبل قفل الدبل 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 يا جماعه الدبل يا عيون قفل الدبل يا اخوان مع الدبل مع الله اجنب عنك خايف انس عند حاله يبيك تقفلها من اللي لعب على انس قال اني ولد الراجع الدور التمر المصاص العجم اجويا ما عندي ريال أبشر أبشر على خشم احتزم والله احتزم بس خلنا أرضخ محمد ناصر الولع ده وعقبها دندن جولة واحدة يا الربع دندن أبو منير دندن إيه عشان خلص الله 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 يكفيني شر عيونك عيونك الله 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 واحد مسلح نواف عقاب الله واحد صدق. ايش مالكم يا جماعه؟ علي رفقه
ترى انت انا عارفك هذانيك صغار هذانيك صغار وتاتينا على حين غره بتشوف اعرفك عيونك عيون سروق عيونك عيون ذعل يحدث انا عارفك اعرف عيونك هو يهرجني ولا من يهرج؟ اي هرجك انت انت تدري ان عيونك عيون فعل تدري ان ذنيك صغار ارحب يا محمد بن سالم ارحب الزهر هذا ايه سالم الله غير والله ما ايه ايه اجد اجد لا تقول تدري محمد بن سالم وايش كان سعيد لقلبي لا انت غابر في ذمه ايه ايه لا عاد تسوي حركات لا عاد تطريهم طرني انا يا رجال والله ما عندك الا الضعوف ايه طرني انا اسكت ان كانك تبغي تدب الريح اسكت لا عاد تطر الرياجيل يا بهاج يا رجال صيح عافيه البخبخ لفتك يا رجال شد حقك انت وياه يا جماعه الربع انا اعتذر القسلام مزعج يقول عن ذولا شربين الهوى فانا بكتبهم كل ابوه الا صديقي ما يبكات مع عامر منير انت جاي ابو محمد انت يا عيال جوله واحده ترى محمد ناطر ايه جوله واحده مالك لا متفقين من البدايه لا تسوي مجنون مالك منهم مالك منهم حلو متفقين على جوله واحده طيب كبس يا عيال اللي ما كبس يكبس ايه كبست ولا ما لا تعال تنكس الحصان توكل على الله ينور شفت اليوم الفجر طيب صليت الروضه لا ما صليت مكلم لي واسطه هي بدخلني الروضه اليوم قلت عنه ابو ناصر الله يهديك الاحيان اسس والله اه انت يا الربع يلا ما تجوش نواف انكسرت الحصانه في دمك تعال خلنا نخلص الجوله هذه محمد ناصر تعال الحكم الاول الحكم الاول هذا حطه في خنتور عينك دولتين لا انا بطلع قاعد انت تلعب لك معه ايه يلا استاذنكم المري هذا شربنا الهواء كبسع على اذنه اسكت تاتيني تاتيني عجب وجه الحصان تفوز وتحكم مو وجه حصان ذا وجه سيسي سيسي وعود هذا طويل زيادة بس اسمع انا فزت عليك جولة الحين الجولة الثانية زين بعلمك بشيء بغض النظر عن الجولات انا مشتحن لك وانا داري انا مشتحن لك وانا داري انك مشتحن لي انا صادق هذه خلها في الواكرة وفي الباط لا جيتك ولا جيتني بالباط هنا لا تشتحني ولا بيشتحنك اسمع عني بعلمك اني يوم شفت وجهك تذكرت ايام مضت يا ابو محمد وانا قلبي رهيب والله طلعت انك في قلبك يا قسع عقب الجوله هذي اللي يوم مثل ما دخلتني في الدولاب اني فهمنا صعين والله انت تصعد الامور انت عداك وهدم عيان ومن على شاكلته تصعد الامور اقبل اقبل والله انا داوي جروحك يا الربع بجيكم على خشمي حقي ناس اصبروا شوي خلوني شوي سلامي والله عليكم تبغي جوله واحده؟ ايه جوله واحده من حكم وايش الحكم؟ انت في قائمه سوداء انت ونواف عمر العتيبي نواف ما غيره ايه انت ونواف عمر أنت ونواف عمر العتيبي وداعم مع نواف عمر اسمه آر إيم أرحب حمدان آر إيم إيش اسمه ذا بدويكم كلكم جابر المري الله يبجيك أنت من يوم دخلت يا جابر المري وأنت أرحب يا أبو محمد أرحب يا أبو محمد أرحب يا أبو محمد خلاص يا جابر فديتك يا جابر الله يبجيك مئة مرة علي رفقة لا يدخل رجال إن عرفه علي رفقة يا أدانيك أدانيك انشرب تشرب وتعنك تتعمد عايك تدري يا بهاج لا تخذ يدك لا تخذ يدك في عيني كذا ما تبغيني ماسكن يدك بامسك يدك وباكسرها والله ما عندك كل الجعانيس حظي كذا رصهم بالباب روح روح سوي لي شير سوي لي شير ما نهو اللي عندك احنا ما نسوي شير طال عمرك
هو جواك فيجي قال عني مسوي شير الدعم من كل الأمور. أنا داري. شوف هذا أنا يقول لك أنا شوكتين أنا داري. إنك ما تحس بني مثل وقت العلب. لا تضغط اللهم إني صايم. يا ربي إنك تشوفه اللي تبلاني جاني في الضحوية وتهجم علي وأنا ما سويت. صباح صباح صباح. لا قد حين الضحى قد الساعة ست قد الساعة سبع. حيا أبو محمد. الله يعني باك. أنت أبو ناصر وين؟ خبر المجلس ليا. إيه. حلو. كأنك ما جيت الروشن. سعودي. كيف سعودي؟ يقولون إنه بس للسعوديين. مني قال لك كذا؟ شو قلت تفكر بالقرآن؟ والله إني صادق الله. والله إن الكلام اللي وصلني من سامي الجعوني على حسب الكلام هذا. ألا إذا أنت عندك علوم وتبغى تصرح بها شيء ثاني. يا رجال بهاج والله ما عنده علوم ولا بحق برامج وقعية ولا غرك بهاج منه. لا تسوي عندك علوم أنت بتصرح بها ماني سامي الجعوني ولا سعود العتيبي تصرح لها. لا أنا ما أقبلك يا مزلم. لا حول ولا قوة. عندك صريح أنت يتصرحها أنا صالح الحسين. أتم فيك بلا أنت 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 عض لك عظم مسكون. أنت البارح يوم توجوم في المدينة هبو هيا لفلح على عظم. يا عيال يا عيال والله انقطوا قوام صيف يا عيال ولا غيرها ما ادري كيف فزت علي ذاك اليوم بهاج عاد تقول يا بهاج عادني بجيك يا بهاج علي رفقة اسمع علي رفقة يا لوني نواف الناس سكر عليك الباب شفت انت يوم انت اللي طالب من القسط والله لو اني اقفل عليك الباب اخليك تدق لا اريد خبزا اريد قسطا انها امنع عليك الماعون تقعد احلم بمانع تراها جات عفويه خلنا نتمدح في امور ما لحقنا احلم احلم يا وجه المسلمين ولد انا ابغى لي عطر لا خليك لين تجيني في السعوديه علي نفقه ما ادفع ريال ليه يا محمد بس ليه يا بهاج اخي ادفع لك فلوس على عطر غريش يدم فيها زيت ليه انا اخيك اخي تخسرني لا ما غزر ابغي لي غريشتي واحده تعطرني انا ما اقول وزع علي عطورات الدنيا والدين عطر واحد ما اخذت لك دراهم من البرنامج ويش اترك من كل باب انا ابغي لي عطر واحد افرض ان الواوي ذا الحين خده وكسره كان صح الواوي مهم مستوعب المكان اللي هو فيه هذا الحين يا ارحب منو اخوتي ارحب يا نايف ارحب يا نايف الله هو لو انت اخوك زي اسكت اسكت وعطرك عطرك بطله واشربه ما ابغيه زين عقب يا العجوز من هو؟ أنت لا رحمت العب أبو محمد لا تقعد تقول لا لا جولة واحدة ليه ليه يا محمد ناصر؟ ليه 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 تقول جولة واحدة؟ شري أنت بدراهم ها؟ شري التكتك بدراهم تحط قوة من راسك ليه تحط لك حكما على راسك ويوم بوزت عليك قلت أنت لعب جولتي الأخرى ليه؟ أنا معرقن على راسي شوف راسي هو فيه مطارق إن هنا أنا مكوع تقول خطوة شايب يا ريجي تقول في سوق ابن تسمع تسمع الحكم الأول وعلي الطلاق قلني فلا عاد أبثن حكمت علي ذا الحين ليه والجولة اللي راحت اللي فايز عليك الجولة اللي رايح لاعبين رباعي وقال إن أنا وافي العبو كلكم مع الأخر طيب يا بهاج يا بهاج لا تقطيع علي يا بهاج يا وجه الخطأ المسلمين البين هذا هو يا وجه المسلمين بيني وبينك فاصلة وظهر مع الرجال انت والرفيدي يصهر صيل حصان خيل البل مع الرفيدي مضيره علي الطلاق يا خطواكم انها تقول خطوه مضيره اخر الصفوف الرجال يغلي رجع علي رفقه ما في عينك الا الماء يا بهاج انا قد قلت لك تعرضني ولا عاد تعرض الرياجي يا اخوان الولد هذا بربر تواجد كبس واذا عندك دعم خليه يطلع من بدري إذا عندك دعم جبه من بدري خلاص
كبس. السلام عليكم. الحمد لله يومك تمت يا لبعي. كبس ويا عيال. وهذا دربس جعموس صغير والله ما عنده سالفة لا هو ولا اللي يدعمه. وبفوز عليهم. أرحب نقطة ملي كأني ممسك. كبسوا كبسوا. أنتوا 4100 4100 تكبيس يتعدى 4000 ضرب التكبيس ثلاثة. يعني كيف كذا ثلاثة؟ نصكم ما كبس يعني. الموضوع فيه شخصنا. تبوني ألتفت لكم. أنا لا أحطكم في القائمة السوداء مع محمد ناصر ونواف عمر وآري وذاك. أنت فلا يعني مو مصالحك يعني. إذا كبست بعطش. احتزم. سلام يا الله عليك. ها ها محمد ناصر. سعيد لا سعيد لا يجي ولا تشوفه عيني. ترى احنا عارفين ان سعيد من هو. همنعني من سعيد. 800 يا اخوان شدوا حيلكم الامور حلوه. الدبل بيفيدكم الدبل بيفيدكم. ارحب يا عبد الله ارحب. الدبل لا يروح يا اخوان. الدبل لا يروح. قفل الدبل يساعدكم. السلام عليك. السلام يا الله عليك. السلام عليك يا رب. علي الملازي من طلاق بالثلاث لا تبك فيها. يا كم الدبل؟ كفن الدبل كفن الدبل. ارحب اخوان باجر. ارحب ارحب يا نايف الرهيد يا ارحب. ارحب راح اطرح يا نايف الرهيد. ارحب واجد. سد حلقك. ارحب اخوان بهاج. ارحب مليون. ما هو فايز زهل وزل. انا واثق ذقه عمياء ان الجوله دي مو فايز بها. غير خلنا يبرفيد يتجول. عيونك ما فيها الا الماء يا رجال. غير احلم يا رجال لا تحطنا في فم كلب. شوي شوي يا حبان عقب الجولة دي شوي بديتكم. أبشروا على خشم اسمه ذهن. خلونا نقلص الجولة دي دقيقة بس. عندك صح الجحبلة ممنوع يا بهاي. ايش تقول الجحبلة؟ انا باستطاعتي اجي لين اجي عندك في المجلس وانا بعض شفت؟ فأنت يعني أنت لا تحس بنفسك إنك في الهند ولا في لندن. ترك في الدوحة أنا. زين. وش الهدف يعني من جيتك؟ لا إني بطرص صافي بطرك كذا هوا مباشر. أنت بتجي الرياضة أنت؟ إيه بجي الرياضة وبتشوف عيني عينك. ويا سعد ديان لا قد ديان يا رجال. ما انت بتطلبني فز سعد ديان وملعنه. ترى العطر باخذه لا تضيع سالفته. ليه ترى رخيص يا رخيص تبيعه على العرب اللي مهم باخوانك. انا اخيك اخيك ما تبيع اخواني واجد والله. انا عندي فوق 4000 اخو والله. كل اللي يقول انا اخيك لو اني حطيته في جمعيه خيريه اصلا في قطر. اخيك الوحيد مالي اخوان عندك في السعوديه. الله ربي وربك. سلامي والله عليك. سلامي والله عليك. قالني والله ما خلا منك يا نايف الرفيدي. قالني والله ما خلا منك. الحين ايش تبي يعني ايش تبي توصل له؟
وش وش احكامك يا استاذ؟ هذا نيك كان هاشوكتين وعيونك ما فيها الا الماء. اكني بحكمك على اذنك. شفت انت ايش حامت اذنك ذي؟ شفت انت ايش حامت اذنك ذي؟ شفت انت يومك جاي محول على فيك قدام الرياجيل وتبلق عيونك فيه اخيك اللي فيه قطر ما سوى بك شيء، ما تطلبه لا 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 دين ولا والدين، ليه انت مقتنع عليه خطا مبين؟ وش الخطا فيه؟ الخطا انك تحول على اخيك وتنهجره قدام الحال. ما قلت انت تعال يا رفيقي باخذك يمين ابلعب انا وياك الحال، غير تقول اني انا عدو وتحطني انا نواف اللي ما سوى شيء اخيك الاخر الصغير علشان نفاز عليك. خلي اخوانك يفوز، وش المشكله؟ بتموت ذا الحين اخوي من هو؟ اي واحد انت ولا نواف؟ انا ونواف. ليه يومك حاطنا تحت اذان البندق؟ ليه؟ عشان حفزنا عليك في جوله؟ نغير قصد شوي. هلا والله. هلا يا مرحبا، صبحكم الله بالخير جميعا. ممثل البطل وليد قشران ما شاء الله تبارك الله. الله يحبك. بهاج. قول امين. والله انك مبدع يا ابو قشران. الله يعزك يا بهاج. بها وليد. سمي عيوني يا ابو ناصر اخبارك؟ انك وليد وليد علق علق. ياخذ الرحول ذا اشوف له ابو قشران مشهد تمثيلي في ام بي سي 3، حتى ام بي سي 1 ما يمثل لي هذا، يشوف له في ام بي سي 3 وليد ما يقصر ان شاء الله. انا سوينه يا الربع وينه؟ يا ولد وين سعد؟ وين العيال؟ وين الوناسة؟ وين الربع؟ يا ويل حالي كل ما قالوا يا ابو عشق تحب، هذا الجواب شو بسعد؟ بيه سم ايه ادعينا يا سم سم ويل حالي كل ما قالوا يا ابو عشق تحب ذو نفسي ذو عزا فيها على جبتها هي أنت طلعت يا ولد جاني مدري باند ايه ويش مو بنا يا محمد ظن انه ابوها يا اقول انا برقد يا ابو ناصر تبي شيء ها يا ولد انا جاني باند باند
يمكن هو ابو هاير اللي يبث من حسابه. ابشر. للحين يلا عني برسل لك. ايش فيه ذا يا عيال؟ من اللي من اخوياي؟ وين مبارك الخيري؟ ابي واحد من اخوياي في الدوحه، اللي من الدوحه موجود يرسل ورده يا عيال. من اللي موجود من اخوياي؟ احتاج واحد من اخوياي في الدوحه، ودي ابي اوصيه مهمه يروح يسقط لي واحد. يسقطه لين تظهر عيونه يعني. السج الله يوفقك يعني، شوف لك صرفه مع ذا. والله انكم واجد تكفون يعني، فكوني فيه. انا موجود فاتح بث. سعود الحب، انا فاتح بث وفلاح اخوي في البث، يروح يراسلني سناب. انا ما ادري يعني وش الشيء اللي ويل حالي كل ما قالوا يا ابو عشق تحب، هل ابو ناصر سم العلم شنو؟ انا انت ما تقبل ليه؟ كيف انا ما اقبل؟ انا انت مدعوم عيلة شوشة. من هو؟ شوشة. شوشة. من هو؟ شوشة. يلا ابشر. يا ربع والله انكم شوي يعني يقدر مسعود انا جاي له يا ابو محمد قسم وقيت احمد معي حركه ورا انا علشان ما علشان الان تعال وش مقصده اكتب انا كل تراب والله اني قايل اني بس تعبت انا اللي قايل لك قبل والله انا قايل لك قبل حلا حلا يا ابو محمد حلا اندخل حلا اسمع لا يا عيال اسمع انا تعرفني انا ولا شيء هو يريد حد يخلي يقفل البث عشان يخرب يريد حد يخلي يقفل البث ما نقفل البث قفل البث ورجلك على على الارض على الارض على الارض اركب يلي انت وين مستعجلين انا ترى بجيبكم نبي نبث ترى بجيبكم واحد في نفس الغرفه خلي يقفل والله ليه ما ترد على الجوال انا ساكن بالضبط هناك كما اكلم شوف خليه يقفل راح العزيز شفت انت يا ابو هاد شلون راح العزيز وين خلي خلي يقفل تعال خلي يا بابا تعال من خليك من عليك شو على اخيك عيال اسمع 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 اس
وبهذا الخسران حلو حلو يطفي وجه اسود من الجنوب شنو كنت ثبت جوال كمل وجه اسود وشنو بس ولا بعد ولابس ثوب نوم ما ادري شلون جاي صارت كل هم لسه ما شفت فيك شيء يا هلا بيجي تفتحون تقولوا خلاص فرين خلاص انا بلعب جيب واحد معي جيب واحد معي انت جيب واحد معي الفائز يستمع حلو والخسران يطفي البث صح يا ابو محمد يلا يلا والله والله ما ادري وين طيب دقيقه مسعود بلعب انا واحمد رحيم اخويا انت جيب لك رابع يلعب معك ادري عن شيء انا بطق فيه ولا اوجه موجه انا ازيان بالطفي بالطفي خلاص تستم خلاص تستم دخل جبت اسمع جيب لك واحد عنده دعم جيب لك واحد عنده دعم بتخش انا الحالي ضدكم العب ما نقدر مزعود يا مسلم ما يضعك يا مسلم لا تنسى اللي قلت سجيك يا جد لا دقيقة أنا برسل 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 عندي لا تنسل لا تجيش معانا معانا قال عمي فجيب يا عمك لا مش هوش مهيب جيب أخوك لا مش هوش مهيب جيب أخوك دي ناس تبون أجيبهم ديك ناس يا جيب أخوي جيب أخوي من اخويك من مرحبا يلا حي الله يمديك كيف الحال يا هلا ومرحبا الجوكر اليوم سلامتك يا جوكر صل عني اللهم صل على نبينا الرجال ولا متحدني بتحدي يوم سكت ولكت وانا تفكر رجال واشوف طاقيتك وشعرك كانك مطلع مع الدريشه ما شاء الله تبارك الله كنت ما اجيب الا الجوكر يسكر ملفات قم هنا طيب قم اضرب الجهاز شلونك يا بهاج والله بخير اخبارك والله بخير انت طيب بخير والله احمد اخبارك خير يا جوكر شلونك انت مشروع انا تقول انا جوكر والله لا شوف لا 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 ما اقول الريجي لو نعم ونشوف الجوله الحين مشروب انا اجيله يا رجال امرح 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 مين اللي ما قبل احد انا انت تعبان تسرح وانت ما قبل يا رجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوانا انتوا لازم تكبسون الاحمق هذا لازم يطفي بث هذا الاحمق لازم يطفي المنظر غير حضاري ابدا ما يسر الناظرين تكبسوا يا اخوان كبس وسوي شير وستانس لا نبي مسعود يعني أنت تحس إنك تبي مسعود شوفوا يا إخوان يعني دوكم يعني مجازكم يعني كل شخص مجازي يعني تبي مسعود أبد اللي يبي مسعود يروح يكبس عند مسعود إيه والله واللي يبي أحمد يروح يكبس عند أحمد واللي كذا طفش عمل حياة يروح للجوكر يكبس يعني أي مستوي أربع القستات ذي اي والله مجازك يعني انا ما اقدر اجبرك على شيء انت ما تبي خلاص 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 شدوا يا شدوا يا تكبيس تكبيس شدوا يا ولد انت ساعدني انت بهاد بهاد ساعدني قل بثوا قل قل شدوا قل كبسوا شرحت انت على بهاد يا الجوكر الجوكر الدبل عيال قفل الدبل قفل الدبل 38 وردة يا اخوان احمد ها الجوكر حماده قال 13 شد الدبل 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 قفل الدبل قفل الدبل يلا قفل الدبل اقعد
يا الربع عيال الربع الدول علموهم مستواهم مستوانا لا تقول سد حقك مستوانا واضح قدام كدب يا ربعي عدب يا اخوان أدب لي ربعي بين الرياجيل والبنزين أنا أدب لي رحيم والله الأداء مو بخصم يا أبو رحيم أنا أدري إنه مو بخصم يا ود أرعب يا أرعب يا أرعب أرعب والله من العين أرعب سما في ذمتي أرعب دماني يا رجال ما حولك شيء يا رجال ما حولك شيء ارعب ارحب ارحب مليون ارحب ارحب لحم انت بتفوز يا خضير عني بداك انت بتفوز يا خضير جلس كوره هو شغال على المسلم ويوم ارسل لي طن كانت تعذبني لطحه وانا داري ما تفاجئ يا ايش في ذا بس شد يا علومك مبروك العمره والله الله يبارك حياتك يا حبيبي شو علومك والله بخير عندي ارك والله في المدينه وماشي بكره ان شاء الله اليوم بفطر وبعندك تروح للرياض الرياض ايش عندك في الرياض والله ابد ما عندي شيء بحضر طال عمرك الحفل حفل من قصيدك لا ايوه اسم الله بالله ايش شد العيال طلعها من اسم رحيم ارسل العنى شو ترى بجوا لا يقبلون يا عيال انت من يوم دخلت كانت في توقيف وانا بدي مع فايزي عم بطلع احمد مسعود ابو سعد يا ابو سعد اخذ جوانب يا ابو سعد ابو سعد انت تخيل احمد اسال ابقى انا اللي خليت على احمد الحيم يا ملك خبهاج لحم شوش رونا دلال لا خبهاج ابو سعد شوف 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 14000 شكور احمد 6000 خلاص ابو سالم لا 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 احنا تفاهمنا انت قلت فرقي لا والله انت قلت فرقي يا ابو سالم لا اطلع راسه اسمع وش اطلع راسه وش اطلع راسه براس اطلع راسه براس يا ورا اطلع براسه براس جوكر مع السلامه العب يا جوكر بس تعرف على بعض سعد ضبط يلا ناس مو طالع لي يا حبان والله مو طالع لب عيونكم كذي بقول يوجد عندنا مرحبا يا محمد خالد مرحبا دي انا ما بيها ليه ترفضني والله اني برز اقبلك برب المصحف انا راحت مني زحلقت مرحبا خويت بنكي وبرين وتغيرت استنس يا عليك السلام عليكم كيف الحال وبيعرفك ان احنا اولاد خالته وبنقول ايوه وبنقول ايوه شو العلم يا ولد ابو محمد شلونكم بنكشير يا اخوي الله يسلمك اما دول بنكشير غير اي طلع غير بس عرفت اللي في خميس مشيط مستكنين ما يقابلون هذا ينبلع اللي على اليمين كشيري اللي على ابو علي انحضر يا ربي ان انحضر هو انحضر يا ربع بشلوني مرحبا خويت بنكي وبرين وتغيرت
استانست. اها يا عليك السلام عليكم كيف الحال؟ وبيعرفك ان احنا ولا علق ما ادري وش السبب يا اخوان. الله يبقي. ودي يعني العب ودكم يا ابني كثير. مو بصالحك يا ابو محمد. لا في الحقيقة ولا في في الجولة طال عمرك. طيب تمام خليني اجيب لي خوي بس دقيقة بدل. حاول تجيب لك واحد اكذب. يا ولد الخالة تكفى. طبعا ما شاء الله تبارك الله بهاج ابو محمد مصيف ثوب النوم في تهامه ما شاء الله تبارك. اعرف الضحكه دي السخيف اللي يعزز النفس يبن. لا 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 تلقى العبط على راسي حر. الوكم يا صبيان كيف الحال؟ صبيان يا الربع شو لي خوي يا الربع هادي عبد الله سام اسلم ارحب كيف الحال؟ انت بتجدينا ولد يا اخي قد بغينا نجي اليوم لكن تاجلت لين بعد يومين كذا حولها بنجيكم ان شاء الله. زين زين ان شاء الله ان شاء الله. لا بتبقى انت بتجي بعد يومين بتعود معنا انت تقول لما نجي ما ادري بشوف وضعي يعني انا كما خلص شغلتي بدري جيتكم. يلا يا عيال سعد مني من الشباب طاقت عندك الدقيقه من اللي يرسل الحين يرسل قولوا لنا احنا في جوله او اني اذا يبغى يدخل معنا. احنا في جوله ما نقدر نطلع معها. لا ترسل لا ترسل حد يرسل خليني ارسل ما برسل ما برسل ما برسل هذه بعض العرب والله لا خان بعضك اسامي واختر انت اللي تبغى يجي خوي خلاص على دربي متى عصا عصا خلي شوف دي من اللي يرسل على اقواته انا اسمع عاد ترسل عاد ترسل يا ابو خشم عاد ترسل وقف نواف ارحب ويلكم يا نواف 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 وغيره هلا ابو خالد ليه مو باث؟ ورع ما كنت ترسل سلحك سلحك لا ترسل خلني ارسل خلني ارسل الاربع عندي اني رجال ما ازعجه ما ارسل يا حمار اسكت بهاج عن لمبه نبغى نشوف وجهك زين اهم شيء تسمعني فديتك والنور هذا الجميل لو زاد نور شويه هذا جعل ربي طول عمره نور الايمان كان يقشين ايش؟ كانها معجبتك لا 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 مره 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 اي شيء يجي منك زين صدق والله انتوا من بني قشير انتوا كلكم؟ لا هذا لا واضح من وجهه اصلا ايش معك هي؟ جبت لي خوي جاء الله يسكر فضلك احمد حنين ارحب ابو حنين ارحبوا شلونك يا امير؟ ارحب. الله حيه. ارحب يا عبد. ارحب ارحب يا عبد الله وبهاج وسعد. الله يسلمك يا عمي. وهادي. اكلة يا سعد. تذكر مقامتك كاس العالم. الله يسي. ايه بهاج تذكر حضرة كاس العالم بقطر. ايه. ها بقيت انا والجار يحتفل مع الجار طيب معيش يا سعد معيش معيش الجار طيب سجرة ابو حنيف ارحب الولد هذا من تمام مع ثالث العيد باذن الله انت ناقش في الامور هذه وكذا امسح بس ثالث العيد وعدها استغفر الله العظيم استغفر الله مني صايم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربع كبسوا وشيروا ها شو اخباركم يا عيال الله يعافيك ايش حالك ساك طيب كيف امورك طيبين شو اخبارك يا عبد الله وهادي صح الله يعافيك يسلمك ان شاء الله معك مسلة الموضوع عندك يا بهاج عاد يا ربي يا ربي سخيف علي طلقنا سخيف الله اللهم انكم صايمين حكمه عندي وين سحرت يا سعد نحمد الله في السده حبة مضمي مع زيادة طحينة عاطري المدينة العسكرية يا سعد خميس. ها سحرت السده عاطري المدينة العسكرية ايه يبا وانتو معنا زيد ايوه ليه وين تحسب لنا يا ولد دي ترى فبها زاد كلنا هني
عوال خالة. نعم نعم بس في واحد معنا ودي انه يطلع، مو من نفس المنطقة وخشمه كبير ووجهه كئيب يعني. علمك انا بعد ثلاث ما ينفع ما ينفع ما ينفع. ثلاث دقائق علي حرام للدبك. علي حرام للدبك. ايه ابو هاي ما في بطاريه. قولوا لنا بس بنجي تخلص بطاريه. قولوا بنجي يا اخوان. المهم ايوه علوم اخبار. شكرا يا اثير. قفل الدبوله. الله على ابها. قفل الدبوله. ابها. الله الله الله. الله هنا. الله عليك زوز الله يطول. قفلت بالعيال. سعد انت عندنا بالخميس. اي نفداك. طيب ايش فيك تهايط وطايره وكبس يا اخي؟ والله اني العب لعبه. ولا اقطع مرود كذا بالشحة. بهاد ترى كان معك برنامج الصدمة. هنا كان لازم نتدخل. الرجال هذا اللي اسمه هادي. اي واحد فيهم؟ اللي على اليمين لابس بيت. ارحم اخوان بهاد لبى قلبك. بصدمك. تدري اقرب لمن؟ ولد عم من؟ شكرا يا اي بي جي. يا بعد قلبي يا بي جي. اي تدري ولد عم حسين وايلي. ونعم ارحب لبى خشمك. ارحم مليون يا لميدو. يا بيجي يا بعد قلبي والله يا بيجي لا انت اوي يا معرب يا بيجي يا بعد قلبي يا بيجي لا انت عد امك يا بعد قلبي حبيبي يا بعد قلبي كبكم شباب كبكم اصدقائك كبكم يا بيجي يا بعد قلبي والله يا بيجي يا كثر الحب يا الله وجهك الله لا يهينك لا انت يا بيجي لا انت كثر خيرك مليون احمد احمد والله وياك ما يشوف السكور بس تقدم الوافي يا بيجي كومنت شباب كان صوتي مرتفع اي حبيبي حبيبي لعله مرتفع شوي اي والله عينك اي بيجي يا بعد قلبي والله ايش هذا المستوى يا ربع العب استقبال طال عمرك وين وين العب ذهني في الخمس والله معنا اي بيجي والله اني في الميراث يا بيجي كان احس بفخر الميراث والله اني كنت داري قسم بالله كذا كذا جاني توقع ام الثقه طيب تعال عندك فريق ايوه تعالي بس ما ادري بشوف كمان زاد اليوم بيشه جيتك دقت خشمك مرحت وراي بيشه بيجي يا بيجي والله بدري ها شفتوا ها شفتوا الحركات الربع كيف الكلام الربع تكفون اسد و اي والله وداعمين و يا ابو محمد معناه معكم خير يا الربع الواي اللي فيهم وينه انا ونعمين ما عليك زود انا عسيري ونعم ما عليك زود وعليكم زود جميعا طول عمركم والله ونعم يا وايد ها شفتوا يا ربع الله كيف طول عمرك ونعم بحالك تعرف حسين ناجي معروف سبحان الله يا اخي ودي انك انت اللي كنت في سكريبت لا لا هو يستاهل يستاهل كل خير وهو مشرفنا بعد تعال يا ولد تعال يا ولد احنا نستاذن تعال يا ولد نشوفكم ان شاء الله على خير عسى ربي يسر اموركم اطلع يا ابو ثوب نوم يا ابو ثوب نوم تعال هناك يا ابو هادي شوفك على خير هذا تعال الحال تعال تعالوا عيال عمي عيال عمي كيف الحال نعم عيال عمي مو شغلك من ذا اللي صار ذا هذا تاع اي مع ابو كاب شوفك على خير يا الربع كل بيطار انت وش يا نفسي شباب 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 صل شباب شباب صلوا على النبي شباب اول شيء صلوا على النبي طلبات حن صايمين صح في نهار رمضان صح؟ جايب شيء جديد؟ طب صل على النبي أول شيء وجيكم ما تعلق وطقمكم ما تعلق فعشان كذا ما راح ألعب معكم نشوف ما وش ما تعلق يا ربع في ذمتي إنه مزعج في ذمتي إنه مزعج يا رجال صوت ترين ويضحك من نفسه ما تضحك الدبة ورب الإيمان ما تضحك أنا أعرفه عرفت ذاك اللي يسولف ويقط الضحكة أنا ما بي معززين يطبلون سخيف اذنه اسم عيال العبوا العبوا مع بعض دقيقه تعال لا بطلع خذ جولو بجيكم لا تروح يا بن شعود بهاد اقسم بالله باخذ جولو بجيكم لفوا وجيكم تدني ايش يلعب معك شفته اسمع انفست انت علي ما اقول لك اني دقيقه اسمع عندي لعبه دقيقه جوله جولتين اسمع دقيقة. جوله واحده افوز عليك تقفل بثك بيني وبينك اوكي دقيقه يفتح دقيقة. احمد راح ينبث دقيقه ايه قدها صل على النبي قدها دقيقه الا صل على النبي اللهم صل على محمد بلعب انا وياك من جوله حلو طيب
ان فزت انت اطفي بثي واجيك ادعمك برود لين تطفي بثك. لا يا افتي بنت احمد رحي واطفي بثي. ايه اطفي بثك. واذا فزت انا اللي تبي تبيني اطفي بثي اطفي بثك ودي عندي تدعمني بثك. اسدي احلف بالله احتزم والله انا ادعمك ب... لا, لا 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 دي انك تدعم. لا قول والله اني لا اطفي واجيك بثك الحان الحان الان الحان محمد افرحي من الرجال من كلماني يا ابن عن جد الرجال 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 مطرماني اطرم واضح واضح ربعي لا لا, لا, لا مايا شوف شوف انكني فزت عليك وانت ما طفيت بثك ورحت انت كذا كذا تراها بتصير سامجه ومالك مالك ادب انت قليل ادب ومالك تم ابو سالم ابو سالم عجيمه طريم حادي بادي بيني وبينك بيني وبينك جوله من جوله واحده سقها الجحفله مسموحه ان جد جحفله طال عمرك جوله ثانيه لا جوله واحده مسموح فيها كل شيء على الصدام اللي حرم مردهم ضربه كتره صح والله احس ان كتره ما فيها ذنب تكريس عذبني يا ربع كبت طوفتني انا ما فهم شيء ماني بهاج تكريس تكريس اي فانزات احمد كلهم معك يبون يبغى يفتح بث كبسون معك ابعدي ابعدي يا عيال يا عيال لا ناخذك صد رد صد رد شرب 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 عذبتني بالهجر والبين يا صاحبي متى ذا الحال من شافني قال يا مسكين طال الهجر وانت ليلك طال تتتتلا تن تتتتلا تن تتتتلا ابي الجعبول ابي الجعبول ليه رواية الله يزود وجهك ولا ما نبقى كبزوا المحازم كبزوا المحازم كبزوا المحازم كبزوا 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 المحازم ولا يروحون ولا يروحون ولا يروحون كبزوا 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 يا عيال وزو شير والربع لا يروحون 1151 حري ابن شعبول ابن شعبول ابن شعبول ما اشوفك ابن شعبول ما اشوفك ما اشوفك ارعب يرانا يا الله ذا العيون ارعب الدبل يا اخوان 29 ثانية 40 ثانية وين 29 ثانية لبى قلبك يا لحم ارحب مليون في ذمتي ارحب مليون مع السلامة يا السنجاب الارنب الجائع الارنب ارحب بس لبى قلبك ارحب يا المحزن في ذمتي ارحب مليون اركد 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 يا محمد ناصر اركد اركد يا محمد ناصر ارحب بس ايه لب والله قلبك لب والله خشمك ارحب يا المحسن يا ابن لبحح منك والله من البحيح يا رجال والله محولك عرب خليه على المود المتقطر اسمه متقطر لا خليه ينفع اصبر بنجيك محمد بن ناصر ينفعك اصبر ينفعني طرق عن ارحب يا ابو ناصر خليه ينفعك اطفي بثك واجيبك عندي هنا اجيبك هنا في بثي يا ورع لا تدعم يا ورع محمد راسي لا تدعم محمد يا ورع اطلع يا اللي ما كبس يكبس ما هذا أنا سجاب كبس أنا كبس مصرح يا رب قلب خليه ينبعك خليه يسرك محمد ناصر بس إيه لبى قلبك خليه حرم منك واقف ما قصرت يا بعد راسي لاحن لبى خشم كورونا مريم خيط أخوان بهاج رواية لبى عيونكم كلكم يا حبان يمتي يمتي
كم الفرق يا عيال؟ ايه مدير رجال ما مدير. ابو هيا كبست. ايه كبست. تخسي. واوي تكفى. واوي تكفى بالشحن. واوي. جوالي تسعة تكفى. اعطي الشحن. شحن شحن ابي اشحن ابي اطفي ترى. علي المنازل ما تروح ديره يا محمد ناصر يا وجه الثعلب. ايش رايك في عطر هذا الفندق؟ هذا عندي احتراف. الله يطول عمرك. كيف هنا؟ شوف الله يعافيك. لا طيب شوف المطبخ وصل المخيم. لا كنها كنها بتطفي البث للاسف يعني. ايوه شكل ايه شكل الحلقه الاخيره يا اخو شكل الحلقه الاخيره. لحن اسم امك. أخ صيد أنا ظنني فايز بس إنها ما انحسبت. لبوا الله عينك السيح الحرمني فايز. طفيت افتعال. دقيقة الرجال يلزم بلسانه. انا ما ضربتك يا ولد محمد قلت ادخل معي تحدي وسوى. طفيتك الان وتجين السيئة لبا قلبك ست حبيبي السيئة لبا خشمة لحن والله ما تشي اسمك انجليزي. رونا مريم رواية بخيتة لبا عيونكم مكبسين والله انكم محاسب. مسعود مسعود ورتيكا مسعود. نعم. فيها ظلم جاب الجولة. نعم فيها سدين فيها سدين تطفي بيتك تعطيني اياها ان كانك رجل تتكلم واعي ورجل تعطيك خمسة. مسعود علي الطلاق اعطيك خمسة ما عندي مشكلة. طيب بس ترى في خطأ في الجولة صار. والله يتكت كل ما صار في خطأ الا يوم لعبت معك صار في خطأ. لا تدري شنو انا بس سؤال صدق سؤال صريح قدام الناس. ليه انت دائما اذا صارت مشكله بيني وبينك ليه انت دائما صح وانا خطا دائما؟ ما انت بخطا انت وانا ماني بخطا ما فينا مخطي. صل على النبي. انت فيها جحفل ابو سعد. ابو سعد اسمع فيها جحفل. دقيقه ولا علي الحرام ما اسمع ما همني. اسمع انا علي الطلاق ما همني. مسعود تدري من همني؟ من همك؟ محمد ناصر. محمد ناصر خذك رايح جاي اصفق راسك. الموضوع اسمع والله العظيم الموضوع عنه شخصنا اقول انا ذا الحين في البيت ما عاد تحدي جوله ما همني ليه. مسعود انا ابي محمد ناصر. ليه؟ اسمع صل على النبي. مجحفل يا ابونا خليه ينزل لي ذا اللي جحفل من؟ خليه ينزل اللي جحفل من؟ محمد ناصر. والله ما جحفل محمد ناصر داعم من البدايه. اللي جحفل اس بي اس وزحل. محمد ناصر داعم من اربع دقائق. والله انا داعم من اربع دقائق. شوف الجحفل عندي من ما دعم في النهايه الا زحل واس بي اس. اس بي اس دعم وطلع حتى اني ابغى اشكره معي انت. حتى لو جحفل محمد ناصر ايش دخلك؟ ليه؟ بهاج تكفى لا تغير. اعرفك يا ولد فوق ما تفكر تحت. جحفلني ما جحفلني ما جحفلته. بعدين تفز في المطبخ تبغى تفوز علي. فز في مجلس تفوز. ما ضغطي يا عيال. ما داني اللي سولف السوالف ذي. بث جحفلني جحفلته شخصان. اسمع طيب اسمع. اسمع انا عم من جولتين ايش رايك؟ طفي بيتك تعطيني اسدين بعدين بث وتعالي وعلى الصدام. طب تعال محمد ناصر موجود عندي لين اطفي. ولد عمي طيب كيفي ولد عمي يدعمني ايش دخلك يا اخي؟ طيب العب عيال عمك يدعمونك. هو العب اخ ولد عمي تاجر عنده فلوس بيعطيني سبع اسود انت كيفك؟ طيب العب الحين انا ابيك لا عطني اسود الجحفله جولتين مسعود انا قايل لك يا بهاج
تراها جحفله وتمت على الصدام، قلت ترى الجحفله مسموحه وتمت على الصدام وسال المتابعين. جولتين جولتين جولتين، ايش فيك؟ هلا بجولتين بيني وبينك داعمين، بيني وبينك تكبيس يا اخي. 1-0 لك، ترى انت اللي متقدم مو انا. طب ولا خلي احمد الرحيم اللي انت فازع معه عشان تحب تخلي يعطيني اسدين الحين من جواله. ولا مسعود 5؟ لا والله ما 5. لا 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 2 الحين. والله ما في، والله بعطيك انا، انا اللي بعطيك، بس انا اعلمك وانا صادق. انا بيني وبينك ايش؟ بيني وبينك داعم وتكبيس ولايف الحين. اقبل التام. طيب انا بسك سؤال بلعنك، بس بس سؤال جاوبني. تم. انا قلت لك جوله واحده صح؟ ايه. انا قلت ترى مسموح الجحفله وكل شيء مسموح فيها، ايش قلت ادري؟ صدق ما ادري والله، انا اللي ادري. طيب انت الحين متقدم علي بسام، ما تدري لانك بات في مطبخ، هذا عشان كذا ما تدري. اسمع اسمع، شوف انت 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 مفطر الظاهر، انك مسافر مفطر والله العالم، وانا صايم، فلذلك لا تتعبني تقطع صوتي. ظني انك مفطر يا ملعون. انا انا اسمع اسمع، الا تقطع صوتي وبرقد. انت ليه خايف؟ انا ماني خايف، انا اخذت كراح جاي يا طقعان قبل شوي، والتحدي خله بدون طقعان، خله بدون طقعان يا ابو سالم، بدون طقعان. يلا يا ظهر. طيب اسمع اسمع، واذا قلت طقعان يعني بتصير طقعان؟ اسمع انت الحين فايز علي، حلوين ما في شيء جديد. طيب خلاص العب الجوله الثانيه يا مسلم. يا ولد بس تنزف اللي عندي بفوز عليك مره ومرتين وثلاث، والله ما تفوز باذن الواحد لحد. عارف انا طالبك يا مسعود تلعب. لا تقول طالبك علشان بس، ما بس تعالني انت محمد ناصر، تعال. لا لا محمد ناصر، انا كفي عنه، تعال يلا تعال اقفل. لا تدعم ابو ناصر، تكبيس ناخذ هذا تخسي والله. لا اعتزل انك، لا تعداني اني ما عاد ابد. اللي انت ما تبقى تكمل سيد الزلاص، انت ما وقفت ولا شيء. عيال لا يفوز، انا ابغى اعلمه اليوم تكبيس، تكبسه بس لحد الان تكبيس، ترى مفوز عليه، خله ينزل سكور من تكبيس. يا ولد يا ولد انت بطول محمد ناصر، تكبيس بطول. لا لا في جوله فاصله، تكبيس من طول. وشو في جوله فاصله؟ في جوله فاصله انت مستسلم يا طقعان. اي اي ابغاك تفوز. إيه شرب فوز، تقدر تفوز، تعرف مكان. شوف التكبيس، شوف التكبيس، شوف التكبيس، شوف شوف التكبيس، شوف طالع ما طافتك حتى التكبيس. ابو رعيم عطى ابو العيب يا ابو رعيم. ابو العيب لا الباند الباند يا عيال تكفون. ابو العيب يا شد تكبيس تكبيس عيال، حد يدعم اللي عنده هذا، لا تدعم ما يستاهل الدعم. الملازيم لا تبك فيها يا في الجعبون. وشو؟ والله لا خليك تقول ابو العيب ابو العيب. يا رجال يا رجال يا ولد، انا ودي اتكلم بس اني صايم. مسعود الله المستعان يا ابو سالم، الله انك رفيق غالي. تغير متغير يا رجال. وشو؟ اليوم صار مقدم في المجد والولع مختلف. يا رجال عنده فوزير اليوم. تخسي. والله. في ثنابي عنده فوزير ده؟ لا 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 هو لا خطا، انا ادور احد اشارك معه في الوزير. انا اللي ازعج غازي الذئاب بمكالمات في ذمه، اشارك معه عادي سياره مجان. ابو خشب بعد يقول نواف عقاب عنده فوزي. من هو؟ نواف عقاب. نواف عقاب يقول مسوي جائزه على الفندق القديم. صح راي ابو هاي البنزين منك. علي البنزين منك. ها والله الدنيا تغيرت من شعبول، قاعد يجيك بوسات على صعودك. والله ما شفت بوسات. ما من شح. انت سؤال، انت ليه شال الجوال كانك قانص لك بطير؟ ايش كان ما تبت الجوال وتبث؟ طيب لو جوا نلعب ابن ابو يدبل كم الدبل صقر
صديقي بندر ارحب مليون لب قلبك اصبر. صديقي بدر ارحب مليون. شدوا يا عيال شدوا لا يفوز. شوف ترى الاثنين فيك فيك. خمسة. شدوا 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 صدقوا يا عيال قتلوها. يا ما اقدر ما اقدر اقرب احنا في ملعنة جدة في الحين صار صار تقفل الدبل عندك؟ ايه والله حمار انت كيف؟ لو تقفل عندي صار 16000 غبي ايش تنكسب بيك ما ادري وين تقرا ما ادري تجني بعض الامور لكني معناها تجني بعض الامور شارب فنجان ارحب لحم وانت فاهم؟ ايه خليك تشرب الفنجان في التوك توك وش هذه الامور خلينا لك ابو سعد انا فاكر ولو في التوك توك قدام لا يصنعونه ايه يا رجال ارحب يا ابو ناصر ابو ناصر وقف والله ما تدعم يا ابو ناصر انا حي اللاعب سعد اشهد الله لك وقع لانهم يعرفونه مثل ما انا اعرفه تعرف خيالك راعي مساعد ولا في توك توك يا ابو محمد خلها على الله علي الطلاق الثلاث كانك تقول ان كانك تقول انك هو عدها بين الرجال والنسوان عدها ابشر بالسعد هذا طال عمرك كنا طال عمرك مسافر انا وبن شعب طال عمرك خارج المملكه الله الله ارحب يا ايام مرحبا ملايين لب عينك المهم كنت انا وبن شعب برا المملكه وقف وقف فعلا يبي يضغط كم الساعه يا اشكرك عليه قبائل السعوديه كل ابوها من ذيك الفترة أبو سالم ترى ذيك الحين كنت أخاويك لكن ماني بعرف سدك زين. أرحب يا أرحب يا علامات قدام الجيش. إنك محزم أرحب يا زحل حي والله ذا الحجاج حي والله ذا الحجاج يا زحل نوم عيني العمر ارحب في ذمتي ارحب ارحب اقعد انت وزحل ومن يعز عليك يا جماعه تعال تعال باقي جوله وين رايح تعال الحين هذه الجوله فاصله صح ولا لا الفاصله بيني وبينك طيب تنفذ ولا ما العب مره واحده وسام ترى يعني الاساس هذا الصح ده الحين تكبيس يا رب تكبيس صح تكبيس لقبيل من جولة واحدة أنا مات تكبيس أبغي أشوفه عندي هنا أسدين بجرها من عيني عيال كبسوا عيال 4200 كلكم بتكبس أبو هاي كبس واوي خالي اللي من 70 في الغرفة كبسوا عيال الجميع كبس بتطفي البث يا مسعود اعتبره يعني وعد مني إنك تطفي السيج يعني في ذاك ارحم مليون كبز الزهر الحين الحجاج يرانا اسمعك ابو سالم اسمع ليه ما جاوبش ليه ضحك متى طيارتك سؤال ما في شيء شي يضحك سيارة بديت خشم سيارة عزيزة يا كويت خارج من السيطرة ارحب ولد تراك ضيف عندنا اليومين الجاي اي بالله حطوني مرحبا وسهلا الله يبقيك يا ابو سالم يا مسعود عيال الفائز يقفل البث الثاني ينسجم في البث الثاني حلو فهمتوا معنا يلا قفل الملف عشان يجي عندنا هو شو تقول رزيقه معك والشباب ذلاك والله هم اليوم نعم ابو رزيقه سعيد درعان والعيال كلهم سعد الخنفري وضبعان ما عليك يستاهلون وايد والله ناس وايد يعذرني نسجت منهم بس والله كلهم يود فنانين انا احس ما في خبر ولا طلع والد معي خبلان اي انت ما بقول من زمان الله يرحم والديك يا لا يغريكم السؤال
سوقه بالاسود. قلب احمر. حباني اتوقع ما في دبل. هلا في عندي. هلا جاء الدبل. ما عندك دبل؟ هلا عندي. عندي ما كبس يكبس. يا الربع اللي بيجون الرياض، الناس اللي بيجون الرياض انصحكم، انصحكم في فندق ميرت الحي الصحراء. عيال قفل الدبل، قفل الدبل، ثلاث شهور طيب طيب تراها الجوله النهائيه. قفل الدبل 10,000 10,000 طير ولا انا طير ولا ناقص؟ ليه؟ اذا ما تقفل الدبل ترى احنا فايزين. ما يقبل الا تحت. تبا والله. حي والله ذا الحجاج يا زحل، حي والله ذا الحجاج. كيفتكم زحل؟ زحل كفتكم تقبيل الدبل، الباقي عليكم. اضربوا بالدبل، اشتغلوا للدبل. شكرا 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 يا زحل. اسم على المسمى. 40 ثانيه الربع، اضربوا بالدبل خلوه يقنع. شوف سكور يا ما تقفل عندك الدبل يا مخفى، ما تقفل. اس بي ان ارحب يا اس بي ان. حي والله ذا الحجاج يا اس بي ان. ضيفوا اس بي ان فوق، مع اني اطلع فوق ما القاه، ما ادري مخفي شكله. حي والله يا احجاج يا اسفين. عيال ترى الجوله الختاميه ذي، الفايز يقفل بث الثاني، الفايز يسجن الثاني، اسجنوه عندي. الثواني 13 ثانيه، 12 ثانيه، 11، 10، 9، استغل الدبل عيال، استغل الدبل. قفل اسفين. حي والله يا احجاج يا اسفين. تقفل خلاص عندك؟ غبي انت، تسكر الوقت انتهى. ايه علي حرام انك تبيك دبل 31,000 يبي يروح يعطيك على عينك. ليه ليه؟ لا بس يستبيك. تدري ليه ما صار وارد؟ لانك الخصم. سد حلقك. الله راح يجعلني افوز عليك والدبل مكتمل عندي، لا تشمت فيك. الله يجعلني ما انت فايز، بعيد على شاربك. بعيد على شواربك، بعيد على شواربك، انت تشوف من اللي ناطحك. انك الرجاله ايه وش الرجع ليه؟ ما ادري بس ادور سؤال. يا الله يفوز، انت مو مجحفة. ارحب يا زحل. انت مو مجحفة يا زحل. حي والله ها جحفة. ارحب مليون حية. عادة مو يا عادة، شكرا لكم والله ما قصرتوا، الله يبيض وجهكم. ما قصرتوا جميل. قسما ضيفوا زحل، ضيفوا زحل. الله خشوا، ضيفوا زحل. اتمنى منكم زحل. محمد ناصر ومن يعز عليه كل يكبس يبه. اتمنى منكم تكون زحل ارتيكه. لب والله قلبك، لب والله قلبك عزيز يا كويت. ارحب الشيخ، ارحب سمعي المحسن عليه الحرام انك محسن. ارحب مليون، لب والله عيني، ارحب مليون. طفت يا الله طفت. يلا يلا يا جماعه الخير، بسم الله. ارحب ارحب ابو جو. ارحب ارحب عليك الشيخ. السلام عليكم. ارحب ابو محمد، شلونك؟ والله بخير الله يسلمك. ليه مستانس اني قلت شلونك؟ ترى عادي. غبي ترى غبي. وينك؟ والله في المدينة يا حبيبي. وين؟ ما شاء الله بيض الله. المدينة. يا ولد المساكين لا تحكم معي يا ابو. تعقب ماني مساكين، تعقب. يا حمارة بفضل. وتعقب انا فضلك انا. ايه. والله انك مساكين. السيل لب خشمك، السيل قلبي يا شيخ. لب عيون. يا ولد لا تحكم على الطيب. الطيب والله ضعيف، والله ضعيف. لا لا ما داني. قفل قفل يا ضعيف، قفل تخسي وتعقب اقفل. عطى عطى احكام. تبغيني اقفل؟ ليه ليه ما تبي تقفل؟ بعدين هو يجحفل يا ولد. من هو جحفل؟ يا رجال فايز عليه 70,000 مره، كل ما فزت قال لا 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 والله اني انا ما اني. والله كفو السيف يعني بداك يا محسن. لب والله انك محسن. ارحب بعقاب ملايين. موقف الربع. ايش هذا؟ موقف طلبكم طلب. ها
السلام عليكم. ارحب بوقاب ملايين. عبد الله صباحك الخير. ارحب ملايين. طالبينك طلبه. خسا. طلبنا عندك. ما بي. احكم عليه والعذبه. ايه خليه يطبق على الدريشة. هذا ما له حكم يا غبي. ليه مجحفل؟ لا ها؟ انا فايز عليها اربع مرات. شوف السكور اللي قدامنا الحين. من؟ هو الحين فايز. انت شوف السكور. الحين شوف السكور. لا ما يود لا تسمع من الناس. لا لا هو يشوف ما المصيبه انه يشوف. ما ادري بس انا احس فيه مثلا. يا ورع طب البث تنفذ. لا اوب اوب فيها تنفذ. الا عاد تلعب مع الا تلعب اول شيء لعب تلعب مع الفحول ورع لعب تلعب مع الفحول. عطني يا سدي وقف يا حوير. انت حوير يا الضفدع. انت حمار يا صور. عند علي ما فيها شيء. سجن ولقد كرمنا بني ادم وانت صايم. هو يقول لي حوار ولد غبي. انا حسيت حوار على قهوة. على الاقل حوار في مكتب بفلوس. حمار مالك انت. انت حوار نواف عقاب لعنه. لا انت العب مع الريجيل ولا العد وجرب. ليه عم تحكي راسك؟ يا اطرم وانا قاعد على مامن. ما عليه هدف عكسي. هجت فيك. عقبني يلا اذن. صادق بيض الله وجهك. بيض الله وجهك المكبسين بعد اللي كبسوا البث. بيض الله وجهكم. جعلني فداكم والله يجمل حالكم جميع ويرضع قدركم. لا انتم جميعا انا قدني بطفي البث. وبيض الله وجهكم جميعا والله يرفع قدركم. ولا انتم مرحبا بكم ملايين. لا والله اني بطفي يا رجل. ابي ارقد جدتي. الضب الله يرحمك. حياة ابوي كان يناديني الضب العود والجني ذا مسجلها. جدتي احبك. الله يحبك. اهم شيء هذا اس اي تابعوه. هذا اهم شيء. جدة أنا أطلب سي جدة الله يوفقك. أنس يا ربع أنس. أنا وين عين أنس؟ أنا معين تمس. التويتر أوكي. المهم الله يبيض وجهكم جميعا. لا أنتم والداعمين حباني شكرا. المكبسين طا 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 ايضا بيض الله وجهكم. عاد انا استاذن اقول بيض الله وجهكم جميعا. ولا انتم واستروا ما وجهتوا واعذرونا ان حصل قصور. يلا عاد انا استاذنكم. رفيقكم بيروح يرقد. انتبهوا لي على انفسكم وسلموني عليكم كثير السلام. هذا اهم شيء. يلا نراكم على خير يا احبتي. السلامه.